خلينا ننتقل لنقابة المهندسين، وأطلقت نقابة المهندسين الأردنيين مشروع ترميم منازل الأسر الفقيرة تحت عنوان فزعة أهل، والذي يهدف إلى تأهيل المنازل القديمة للأسر العفيفة. المزيد بتقرير زميلنا علي خلف. نظرا لوجود عدد كبير من العائلات الأردنية التي تعيش تحت خط الفقر، أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين مشروعها الذي يحمل عنوان فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة. نتوجه بنداء إلى شعبنا الأردني الأبي، إلى المستشارين والمقاولين، إلى أصحاب الشركات، إلى الزميلات والزملاء، أن نكون جميعا مع الأهل وبفزعة الأهل وبحملة التبرعات لترميم بيوت الأسر العفيفة في الأردن. لقد رممنا لغاية اليوم 44 بيت في مختلف محافظات المملكة، ولدينا 17 بيت تحت الترميم الآن، ونحن مقبلون الآن على فصل الشتاء، وأنتم تعلمون أن العديد من الأسر العفيفة في الأردن تسكن في بيوت وضعها صعب من حيث الرطوبة ومن حيث الدلف ومن حيث عدم توفر الحد الأدنى من شروط السلام العامة والصحة والحياة الحرة الكريمة. مشروع فزعة أهل هدف إلى تأهيل المنازل القديمة وترميمها لتكون صالحة للعيش ومساعدة أصحاب المنازل في ترميم أماكن إيوائهم. تبرعات من زميلات وزملاء المهندسين، وكذلك من أبناء ومؤسسات المجتمع المحلي. فأنا أدعو جميع أبناء وطننا العزيز بمساعدة نقابة المهندسين بجمع التبرعات لزيادة عدد المنازل المستفيدة من هذه الحملة. سوء الوضع المعيشي والاقتصادي للمجتمع الأردني كان مبرراً للقيام في مثل هذه المشاريع التي من خلالها تدخل الفرح والسرور على الأسر العفيفة.